نتحدى أي حزب وأي جماعة وأي طريقة وأي مسلم عرفته بيقتنع بالأفكار دي، وأي ملحد وأي كافر عرفته دار يناقشنا في منهجنا، نحن بفضل الله جازين له بالحجة والدليل. ومن اليوم وانت ماشي لقدام نحن جاهزين. افتحوا التلفزيون القومي. دي حقائق مرة كده، فنحن المرارة دي لو ما فقعناها البلد دي ما بتصلح يا ناس. ما يجيك زول يغشك يقول لك وانه والوضع الراهن، وندوة كبرى عن الراهن السياسي كذاب ومنافق. البلد دي ما بتصلح الا اذا وحدنا الله، امنا به واتقيناه. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ده وين في العلمانية؟ تحداك ناس دار تحاربوا العلمانية والشيوعية وغيره، حاربوا الشرك. والله توحدوا الله ما في علماني بيغش التاني. توحدوا الله وتخلوا الشرك والفكية والفقرة والبيفتحوا الكتاب وستات الودع والرمالة والحجبات والتمايم ودعاء غير الله والاستغاثة بالموتى والرمم، الله بيرفعكم فوق. أي دولة علمانية في العالم تقدر تقيم الحدود والقصاص على ناس جوا وناس كبار فيها؟ ده ما في إلا في الإسلام. ولا شبابنا الغشوم الشيوعيين يقول لك دي دولة العدالة ودي دولة الحقوق، وين العدالة والحقوق؟ وينها؟ وين دولة العدالة؟ دي العدالة هنا في الإسلام. فهمت؟ فنحن ما قاعدين نقول الشعب كعب ولا كده، نقول كثير من الشعب ناس كويسين، لكن دي الخمون بالآلة الإعلامية الجبارة الفتحت لهم الأيام. والله تدخلنا في آلتك دي تتفرطك أنت والآلة، بالحجة بالدليل بالكتاب بالسنة بكتابك بكلامك. لا بنشيل قنبلة، لا بنشيل عكاز، لا بنشيل سيف، لا بنشيل ساطور. الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة. صديق يوسف مع سلفي، داك مع داك، راس براس. فهمت؟ والشعب السوداني يحكم براه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحضور الكرماء الفضلاء من الآباء والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أشكر للإخوة القائمين على أمر هذه المحاضرة ما بذلوه من الجهد العظيم المقدر، وأسأل الله سبحانه أن نوفق في قول ما ينفعنا وينفع الجميع. عنوان المحاضرة كما هو ظاهر العلمانية والنكبة، والظاهر إنه بين الكلمتين علاقة مزدوجة. العلمانية سبب في النكبة، والنكبة كذلك هي نتيجة من نتائج العلمانية. والنكبة بتاعتنا نحن ظاهرة، يعني ما بتحتاج إلى شرح ولا توضيح. والنكبة أصلا في اللغة من التنكب، يعني التعسر، كونه زول يتعتر كده. ونحن شغلتنا دي أكثر من عترة، نحن وقعنا راسنا عديل الوقعة الواحدة دي. فالقضية ما قضية نكبة، أكبر من كده. وحقت الدنيا دي هينا، نحن خايفين من حقت يوم القيامة، خايفين من البعدين. فالعلمانية أيها الحضور الكرام هي اعتقاد ودين
يناقض الإسلام. والناس الذين طرحوا العلمانية طرحوها بديلا للأديان زي ما تفضل أخونا شيخ شهاب. أنا عندي نقاط محددة داير أقف عندها، ونقاطي بتدور في محور واحد، وهو كيف وجدت العلمانية طريقها إلى الشعب المسلم السوداني، ونحن شعب قمنا على الإسلام. الناس اللي قاعدين ديل كلهم ما في زول دخل الإسلام جديد هسه، ولدونا مسلمين والحمد لله، وقمنا لقينا أهلنا مسلمين، والإسلام دخل بلدنا قديما من سنة 31 هجرية في حملات عبد الله بن أبي الصرح صحابي الجليل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشيء قديم. فيبقى السؤال أيها الكرام، كيف وجدت العلمانية طريقها إلينا ونحن نشأنا على الإسلام؟ كويس، أنا بعتبر الإجابة على السؤال ده في نقاط. النقطة الأولى الجهل بالإسلام والجهل بالعلمانية. الناس اللي تبنوا ديل جهل بالإسلام في الأول، لأنه يا أخواننا ما في إنسان بيتبنى الفكر العلماني إلا وهو يعتقد أن في الإسلام قصور، والإسلام غير قادر على إدارة شؤون الحياة. عشان كده بيمشوا بيستجلبوا العلمانية، لأنه بيعتبروا أن الإسلام لا يكفي، الإسلام ناقص، الإسلام فيه خلل، ده اعتقادهم. عشان كده احنا بنقول لهم انتوا جهلة بالإسلام. والحل لمشكلات بلادنا وغير من بلاد المسلمين ما بيكمن في استجلاب علمانية من برا، إنما نحن بنحتاج بس نرجع لديننا ونعرفه، لكن احنا مشكلتنا ما عارفين ذاته. لو سألت سؤال لأي زول بينادي الآن وبيطرح العلمانية، بقول له ما هي الميزات اللي انت دايرة في العلمانية ولا توجد عندنا في ديننا الإسلامي؟ شنو؟ كويس؟ مشكلة بلدنا دي انهارت، ما له ضياع القيم، وناس يقول لك الفساد ولا بد من محاربة الفساد، ده طبعا فهمهم هم. أقول لك قولة، أنت لو داير تحارب الفساد ما في قيم حاربت الفساد أعظم من القيم الإسلامية أبدا. نموذج نمرة واحد، علي بن أبي طالب كان أمير للمؤمنين، ده أمير المؤمنين ما زول عادي ساي، اختصم مع واحد يهودي وده ما مسلم في درع، الدرع عند اليهودي، اختصموا لقاضي اسمه شريح، ده أمير المؤمنين بيتقاضى مع واحد من الرعية وما مسلم يهودي، دي القيمة دي بتلقاها وين؟ خليك قبال ما نشوف الحكم شنو القيمة دي وين. الآن حكام العالم في حاكم ما عنده حصانة بيقيف مع واحد من الرعية بيتحاكم؟ بتقدر دولتك العلمانية فيها قيمة زي دي؟ أمير المؤمنين واقف قدام القاضي، قال له القاضي أين بينتك يا أمير المؤمنين؟ البينة وين؟ لأنه الدرع قاعد مع اليهودي، والأصل القانوني والشرعي بقى ما كان على ما كان، ما دام أنت جاي شايل الدرع في يدك وجا زول تاني قال الدرع حقي، ذاك اللي بيجيب البينة. قال أين البينة؟ قال عندي شهود. قال من شهودك؟ قال غلامي وابني.
قال أما شهادة الغلام فنقبلها وأما شهادة ابنك فلا نقبلها، ائت بشاهد آخر. قال ليس عندي. قال يا يهودي خذ الدرع فإن أمير المؤمنين قد عجز عن إقامة الحجة. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي قيم الإسلام ما بتلقى إلا هنا في الإسلام بس. مشكلتنا نحن في البلد دي قضية المحسوبية. أصل البلد دي ما زمان خربانة بيها وسا خربانة بس خليك من زمان الليلة دي. المحسوبية في التوظيف والمحسوبية في أخذ الحقوق وأي تعامل في الغالب ما بتقدر تعمله يوم الليلة دي إلا تدفع رشوة. كويس؟ عشان كده لما في الإسلام سرقت امرأة من بني مخزوم وده الناس من قريش وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم وناس كبار جو ناس بيشفعوا للمرأة المخزومية التي سرقت وقالوا كلموا أسامة حب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه كلموا قالوا يشفع لها. فجاء أسامة يستشفع لها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ده وين في العلمانية؟ تحداك أي دولة علمانية في العالم تقدر تقيم الحدود والقصاص على ناس جوا ها وناس كبار فيها؟ ده ما في إلا في الإسلام. عشان كده أنا بقول لك يا جاهل يا مسكين وليا شبابنا الغشوم الشيوعيين بقول لك دي دولة العدالة ودي دولة الحقوق. وين العدالة والحقوق؟ وينها؟ وين دولة العدالة؟ دي العدالة هنا في الإسلام. الموظف في الإسلام ما بيجوز له يشيل حاجة فوق المرتب حقه هدايا من الناس، حرام ده. شكد الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم رسلوا يجمع الزكاة من الناس فجاء راجع قال هذه زكاتكم، دي الزكاة حقتكم. قال وهذا أهدي لي، جاب له بهيمة على جنب كده قال وهذا أهدي لي. وما سرقوا ما حرامي لكن أهدوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة. قال هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. لأن الهدية دي جاته بسبب شنو؟ بسبب إنه موظف وعامل الزكاة، ما جاته بسبب إنه مسلم عادي. لا، ده الإسلام يا أخواننا، دين العدالة. ها؟ عشان كده الغربيون لهم حق يكتبوا the greatest are 100 or over 100 and the most greatest one of them is محمد. ونحن نقول صلى الله عليه وسلم أعظم رجل. عندهم أقام العدالة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الليلة نجي يا أخواننا شعب يصفق بملء اليد ويصيح بملء الفم يقول نحن دايرين علمانية ودايرين أي حاجة تنقذنا نحن من الظلم. ليه يا أخ؟ ما ترجع لدينك. حتى حقوق الأقليات اللي بيتكلموا عنهم نحن ديننا أمرنا بأنه نعدل معه. ما في ظلم. لو أنت كافر داخل الدولة الإسلامية مستأمن معاهد كويس أو ذمي داخل الدولة الإسلامية أنت تتمتع بالعدالة الكاملة. قال تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. كفار لابسين صليب وملاحدة مش قاعدين معانا وما محاربين. أيوة ربنا قال نعدل معهم مش كده بس وكمان نبرهم في المعاملة. ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نبر الكافر نحسن له إحسان الدنيا عشان هو يعرف الإسلام ويرجع له. وبالتالي يا أخواننا
انا بقول لاي زول بينادي بانه العلمانيه خيار او العلمانيه خيار له، بقول انت ما بتعرف الاسلام، ما بتعرف العداله التي وجدت في الاسلام. ما في الان العلمانيه اللي بتنادي بها ما وحدت، ما قدرت توحد القبائل المتنافره والمتناحره، ما قدرت توحدها. ولا في امريكا ستك وست العلمانيه قدرت، قدروا عليها؟ للان مشاكلهم في العنصريه مدوره لليله دي. ونحن الاسلام علمنا انه المسلمين كلهم قبيله واحده، ما في شيء يفرق بيناتنا، ما في شيء يفرق بيناتنا اطلاقا. ولما كويس بلال رضي الله عنه اساله ابو ذر، وابو ذر من غفار عربي، وبلال اصله غير عربي، قال له يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى له الكلام ده، قال انك امرؤ فيك جاهليه، لحد ما جاء ابو ذر واعتذر له وخدت وجهه على الارض وقال له اطع على وجهي برجلك. كويس، ده الاسلام يا اخواننا. الليله جنبنا دوله، جنبنا بيجاي جارتنا، ما قالوا دارين حق تغرير المصير وماشيين، دارين علمانيه، مشوا طبقوا العلمانيه بامها وابوها كلها، والكفر والالحاد والسكر وكل العربده جت سووه. مشكلتهم اتحلت؟ قبليتهم مدوره والموت لسه شغال فيهم، مشكلتهم ما اتحلت. ها وجعانين يا ناس. الناس اللي بينادوا بالعلمانيه ما بيعرفوا الاسلام، اثنين ما بيعرفوا العلمانيه ذاتها. كويس، لانه كثير من الشباب الواحد بيقول لك يا مولانا انا مسلم وعلماني في نفس الوقت، دي ما بتجي، مسلم وعلماني دي ما في، يا مسلم يا علماني، اختار واحده منين، ما بيتلموا. لانه انت يومك اللي قلت انا مسلم معناها انا بدين بالاسلام في التحكيم، في الحدود الشرعيه، في الصلاه، في الصيام، في العلاقات الاسريه، في الاحوال الاجتماعيه، في الطلاق، في الزواج، في المواريث. نحن الاسلام خدت لنا قواعد وقوانين لكل شيء. عشان كده الزول البنادي ها بينه هو علماني ومسلم في نفس الوقت، نقول لا انت ما بتعرف لا الاسلام ولا بتعرف العلمانيه ذاته. بعدين يا اخواننا العلمانيه ليست حلا وسطا بين المسلمين وبين غيرهم، هي ما حل وسط، لانه في ناس بيفهموا لك ببساطه يقول لك يا مولانا طبعا البلد دي فيها تعدديه، اها بعدين وبما انه في تعدديه نحن خلاص لا نشيل الاسلام حقكم ولا كمان نشيل الاديان الثانيه حقت الجماعه الثانيين ديلك، ونديكم العلمانيه دي كحل وسط. لا 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 لا، العلمانيه ما حل وسط، العلمانيه معناها اديتهم هم، اديتهم هم. لانه الليله يا اخواننا النصرانيه، هسه لو سالت اي زول عن النصرانيه والناس بيقول لها المسيحيه، يا ناس المسيحيه دي فيها احكام وتشريعات في دينهم، ما عندهم لا احكام ولا تشريعات ولا قوانين ربانيه في دينهم، ما عندهم. كويس، عشان كده النصرانيه لابد تجيب لها قوانين من برا، اما نحن موضوعنا بيختلف منها تماما، نحن ما محتاجين قوانين من برا. النقطه الثانيه، السبب الخلى او من الاسباب الخلت العلمانيه تخش علينا يا اخواننا العبث الفكري عند المسلمين ذاتهم، واستجلاب العلمانية باسم الإسلام. في ناس كتار علمانيين وما جايبين خبر، السلام أن تمشي في جامع تتكلم في الدين، تتكلم في العقيدة، تقول لهم وحدوا الله وما تشركوا بالله شيء، والقبور والأضرحة والقباب دي ما تعبدوها. كويس، لما تقول لهم كلام زي ده ينط عليك واحد يقول لك يا مولانا لست عليهم بمسيطر، خلي الناس، خلي الخالق لخالقه، ها وما تزالهم يا زول، كيف اخليهم؟
أنا الإسلام علمني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ممكن تقول لي خلي الخالق لخالقه، لا، ده ديننا نحن كده. كويس؟ لو أنت طالبت بتطبيق الحدود الشرعية، إنه الطلاق واحد ممكن يكون عامل في إسلام ذاته، أخو مسلم أي حاجة، يقول لك لا لا، طبعا تطبيق الحدود ده ما ممكن نسيه. ليه ما ممكن؟ يقول لك قال تعالى لا إكراه في الدين. هو ما فهم الآية ذاته. لا إكراه في الدين دي للزول البرة، البرة الإسلام. نحن لو دارين ندخله الإسلام بندخله بالدعوة، لأنه لا إكراه في الدين بمعنى إنه الدين ده ما بيحتاج إكراه، الدين قائم على الحجج والإقناع والكلام المنطقي. لا إكراه في الدين لزول البرة عشان ندخله، كويس؟ لكن زول جوا الإسلام ودارين نطبق فيه حد من الحدود الشرعية، تقول لي لا إكراه في الدين؟ ربنا قال السارق يقطع يده والزاني يجلده، كيف تقول لي لا إكراه في الدين؟ طيب، ففي ناس كثيرة يعني هم ذاتهم علمانين وما جايبين خبر، هم علمانين وما جايبين خبر. أنا عندي بالفكر بتاع الترابي ده، أنت ممكن تكبر أكبر علماني، فكرة الترابي. واحد تاني اسمه عدنان إبراهيم، كويس؟ واحد ثالث اسمه إسلام بحيري، واحد تاني اسمه منوكدة كيالي، منصور كيالي، انت عارف ديل؟ بيبقوق علماني وانت ما جايب خبر. عشان كده انت عارف الناس اللي بيحاربوا في الكيزان ذاته كانوا، كويس؟ وبيعتبروا انه الكيزان ده للإسلام، هم في الحقيقة شكل من أشكال العلمانية بيحارب في شكل تاني من أشكال العلمانية. لكن ديلك لو طبقوا دين بالجد، لو طبقوا الإسلام بالجد، ما كانت العلمانية بتقدر عليهم. طيب، أمشي للنقطة البعدية بسرعة. من الأسباب، وإخوانا الأسباب دي الناس تفرق بينها وبين المبررات، أنا بتكلم عنها دي كلها أسباب ما مبررات. ما في مبرر لزول إنه يبقى علماني، دي ما مبررات، لكن دي أسباب موجودة. من الأسباب تشويه صورة الإسلام من قبل الجماعات الإسلامية ذاتها، شوه صورة الدين، بل العقيدة ذاتها في رقبتها الإسلامية بقت رايحة وضايعة على الناس. عشان كده نحن لما يجوا أولادنا داخلين الجامعات، كويس، بيجوا بخلفيات عقدية تعبانة وما منطقية، كويس. لما يجوا في الجامعة ويناقشوهم العلمانيين ما بيقدروا ذاته يثبتوا على دينهم. زول تلقاه اديك بفهم بسيط، زول تلقاه بيعتقد من جاي منها لهناك، ادوه انه ابوك الشيخ بعد ما يموت بيطلع من القبر، شيخك بيطلع من القبر. نحن كان بيدرسونا في الجامعة مادة اسمها الثقافة السودانية، وبياخدوا مقتطفات من كتاب طبقات والضيف الله، والدكتور ذاته بيجي بيقرا لنا في القاعة في حاجات من جوا لا هو مقتنع بها ولا نحن القاعدين قدامه بنقتنع بها. قال من كرامات الشيخ انه البقرة تكلمت معه. واحد قال لا دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ اتخيل انت بتجي كطالب بتحمل الدين الاسلامي عبارة عن خرافة. ابويا الشيخ قال طلع شنبه برا الغبر، قال وطلع كراعه برا. هسه انا لما اجي اناقش علمانيين اقول لهم طبعا احنا ديننا فيه شغل عجيب جدا، شيخك يطلع كراعه برا ويحننوه داخله تاني، كله ده فيه. يا اخواننا في عقلية بتقبل كلام زي ده؟ وهل هذه العقيدة هي عقيدة ممكن تثبت قدام المد والتيار العقلاني او اللي بيسموه عقلاني بتاع العلمانيين اللي بيجي يقول لك اي حاجة اقنعني بها وبالمنطق؟ اصلا تقنعه بالدين بتاع الخرافات ده؟ ما بتقدر تقنعه. اضف الى ذلك الممارسات اللي مارسوها اسلاميين، بالمناسبة الكلام اللي اتكلم عنه شيخ شهاب جبيل ده، انت ما تتخيلوا ده
يعني ده ما مكانه. كويس، اتكلم كلام طويل جدا في الاول عن الممارسات اللي تمت باسم الدين من ناس محسوبين على الاسلام. الممارسات دي كان السبب انه الشباب ده ينفلت، هي ما مبرر لهم، لكن كان السبب انه الشباب ده ينفلت من الدين. يا اخي ما ممكن انت بتمارس انواع الفساد الاخلاقي وانواع الفساد المالي. يقول لك حفلة، تخيل معاي حفلة اسلامية، حفلة اسلامية كيف؟ يا اخي الشباب ده براه عارف انه الحفلة دي شغل بتاع شبشبة وكده، ما في حاجة زي اسلامية هنا، ارقص وغازل البنات وشنو وفوت. الشباب ذاته عارفين الموضوع ده كده، ما تيجي تقنعوا منه ده اسلامي. يقول لك بنك اسلامي وجوا شغال ربا. ها يا اخي في حديقه كان عاملينا اول ما تقطع الكوبري بتاع بحري، نحن وقتنا الطلبه في الجامعه تقطع الكوبري بتاع بحري، حديقه بيقعدوا فيها الاولاد والبنات ويخلطوا كده. الناس ذي برا الحديقه كاتبين لك ادخلوها بسلام امنين برا. يا ناس معقول خلط ندخل بسلام امنين؟ دي الجنه يا اخي اللي بتدخلوها بسلام امنين. يا اخوانا انت لمن تنادي بالاسلام وانت تجي راكب لك عربيه فاخره من اموال الشعب، انت ما شغال حاجه، والطلب القروا معاك في المدرسه عارفين انك طيش الفصل، انت طيش الفصل وانت طيش الدفعه في الجامعه، وخشيت بسبعة درجات الدكرة بتاعت المجاهدين، تجي الطيش وبعد ده اول ما تتخرج انت اللي بتتوظف، وبيجي بلقوك انت مدير البنك. كويس، ويجي يفقيف قدام الجماعة يقول لهم طبعا هي لله ولا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء. يا اخي انت كذاب ولا شنو يا اخي؟ يا اخي انتم منافقين، ما تنافقوا على الشعب ده وما تلعبوا عليه. الدين ده خليه يكون نظيف دين. داير انت تشتغل دنياك، امشي اشتغل في السوق ده اتكسب زيك وزي الرجال، واشتغل بالحلال ان جبت قروش الدنيا كلها ما في سالك. لكن يا اخواننا لما تجي انت ويعني مترف بحق الشعب وبماله، في نفس الوقت تجي تقيف وتعمل محاضرة وخطبة للغلابة والجعانين والما لاقين حق شاي الصباح ما لاقينه، طيب تقول لهم أيها المسلمون لا بد من التغشف، وانت غالبك تجيب على حيلك عديل مستف مليان، لا بد من التغشف. والنبي كان بيربط حجرين، انت الحجرين ده الأعمى منين؟ اربطين انت أول حاجة، اربطين وتعال جعان وغبش قدام الناس وبعدك اتكلم لهم عن التغشف. يا اخي ديل بس الاسلام ده عباره عن شعارات، عباره عن شعارات. عشان كده انا اقول لك قولة، الناس دي وقت لجأت لخيار العلمانيه انا ما بقول مبرر لهم، لكن مغيوظين من الحاجات اللي عملوها ديل باسم الدين. وحتى في ناس جلي ذهنهم انه الدين هو السبب في الجوع بتاعهم. عشان كده من الجرائم اللي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين تشويه صورة الإسلام. ناس ما عندهم علاقة مع الشريعة ولا مع الدين، يجي الواحد يعمل لك فم مولانا وده الشيخ يقول لك، تلقى أكبر تمساح في السوق، أكبر تمساح لما نجي داخل السوق يقول لك مولانا جا الشيخ، ده الشيخ انتوا بتلعبوا. شفته؟ فدي مشكلة يا اخواننا كبيرة جدا. كويس؟ طيب اثنين، ودي مهمة في نفس النقطة يا اخواننا، الناس اللي بيتباكوا على الشريعة اليومين دي، معلش يا اخواننا خلوني اعصر عليهم حبة، الناس اللي بيتباكوا على الشريعة اليومين دي، ونحن كمسلمين كلنا بنبكي على الدين والله، كلنا نحن والناس الجايين دير كلهم غيورين على الدين نحسبهم، لكن في ناس بيطلعوا مظاهرات برا بغادي في جبرة وبهناك في الرياض. كويس، مظاهرة يقول لك الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وأعضاء الدين،
كويس. انت الدين ده وقت كنت قاعد خدمته، خدمت الدين الاسلامي انت عشان تيجي تبكي عليه الليله؟ انت 30 سنه قاعد والقلم في يدك، افترض تشتغل. اقلاها علم الناس العقيده التوحيد ده. انا في قناعتي البسيطه يا اخواننا، لو كان الشعب ده علموه العقيده الاسلاميه والتوحيد والغيره على الاسلام ما كان بيمشي ورا الشيوعيين عشان رغيفه. والله لو يموت الشعب من اوله لاخره لو عنده غيره على دينه ما يمشي ورا الشيوعيين عشان رغيفه، والله ما يمشي. لكن انت بعد 30 سنه سلمت الشعب السوداني وهو قلبه كثير منه فارغ من محبه للاسلام لانه انت شوهته، وفارغ من غيره على الاسلام لانه شعاراتك انت ضللته. بقى الشعب ده قلبه فارغ وقلبه ذاته، يعني كثير منهم ما دايرين ذاته دين بسببك انت، ده مش بسبب الاسلام، سببك انت. سلمتهم ذاته طورت نفسهم وروحهم مرقت، عشان كده دايرين اي شيء يخلصوا منك ولو العلمانيه. ده كان مبرر او سبب الكثيرين، لكن برجع وبقول ده ما مبرر لزول اطلاقا. لو في زول اساء باسم الاسلام ما معناه انا اخلي له الاسلام، لا، انا اتمسك بديني وانا اتعلم ديني كويس. والمشكله انه نحن يعني ما استفدنا حاجه، ما استفدنا شيء، لانه العلمانيه ما حلينا ولا حتكون حل. طيب انا اختصر النقاط. النقطه الخامسه ضعف دور الاسره في التنشئه والتحصين. برضو نحن عندنا دور يا اخواننا كاباء وامهات في البيوت، لا بد الولد والبنت يطلعوا مننا من البيت محصنين دينيا تمام، ويعرفوا عقيدتهم ويعرفوا اخلاقهم ويعرفوا الاسلام. النقطه قبل الاخيره استشراء الفساد الاخلاقي وضياع القيم. من الاساليب اللي بيشتغلوا بها العلمانيين بينشروا الفساد الاخلاقي، حفلات وزي الجن اللي قالوا جايبينه ده. ده قال جاي السودان، قال كان بيمثل السودان. انتوا عارفين بيمثلوا في شنو؟ بيمثل السودان برا 9 سنة. قال ده يا هو سفيرنا، سفيرنا بتاع سفير بتاع الهنا ذاك 9 سنة برا. ده قال جاي راجع والشغلة مفتوحة، ده ممكن يفتح له محلات. ها؟ والخمرة والعربدة مفتوحة. أنت عارف دي من أسباب الإلحاد، لأنه لا يمكن، لا يمكن الملحد يتكلم معاك إلا بعد ما أنت تغرق في الفساد الأخلاقي. عشان كده كانوا زمن الجامعة عندنا بيجندوا البنات وبيختاروا الجميلات من البنات يجندون عشان يشتغلن في الإلحاد. ديك لما تجيك تقلب لك عيونه فوق وتحد وتدلعك وتعالي يا عزو وشنو؟ انت بتنسى اي حاجه تاني. كان قالت لك لينين ده الله بتقول لي اي صحيح. كويس؟ بيشتغلوا بشغل زي ده فساد اخلاقي. عشان يخلوا الشباب ده رايح ما فاهم حاجه. اصلا احنا شبابنا الا من رحم الله كثير من وليداتنا. الواحد مارق بس همه كله يفلفل شعره كيف؟ بيبسي ب50 جنيه كبيه في راسه وفلفل ويزنه بهنا والبنطلون يجره لتحت. يا ناس ده كل موضوعه لانه في واحده بتقابله عشان لما انت عايل له وتقول لك ده شفت خلاص نمشي نتونس. يا ود الناس الشغل ده بوديك لمراحل خطره، ونحن كنا بنشوفهم بعيننا. بيبدا بالخلط بينتهي بالغادي بالطعن في الدين، لانه اللي بيحب هذيك قالت له انا القران ده عندي فيه راي، رايك شنو يا عزو؟ بقول لا انا ذاتي عندي راي من زمان ذاته قبل ما اقابلك. بس عشان هي الفساد الاخلاقي ده يا اخواننا هو اللي بيجر الناس الى المآسي والالحاد.
عشان كده بتلقى دائما الشيوعية تحرص على خلق بيئة فاسدة. يومي حفلة جيبوا لك واحد بالعود، شفت الشباب تلقاهم شايلين عود ديل، كثير منهم بيكون غزوهم بالفكر الشيوعي، يجي شايل لك عود وتلقاه قاعد ويجي يقعد يقول لك جلسة استماع، وتلقاهم خاشعين. العود، البنات، السكر يا أخي، المخدرات كويس، عشان تبقى ما فاهم أي حاجة ثانية في الدنيا دي. هم ده الشعب الدارينه كده بالطريقة دي. طيب تخوين رجال الدين وتعظيم دعاة العلمانية. الأيام دي في حملة، انت مين ما تقول لهم الدين الإسلامي ولك يا كوز الشريعة الإسلامية كوز يا ناس، الدين ده حق الكيزان هو ليش؟ كيزان ده جو 89 قريب ده، والدين ده قاعد من زمان، ده ما حق الكيزان. لكن انت عشان يقتلوا فيك الغيرة في قلبك على الإسلام لابد يخونوك ويلصقوا فيك العبارة بتاعت كوز. وبعدين الملاحدة والعلمانيين ديل بيدوك ليهم ألقاب كبيرة، وقول لك المناضل عبد العزيز الحلو، مناضل على شنو؟ على شنو مناضل؟ زول قال يا العلمانية يا الحرب، وينو النضال؟ ها؟ نضالك وينو ذاته انت؟ انت بتكاتلنا نحن في ديننا؟ وبتكاتل في أهلك في دينهم؟ يقول لك المناضل، يقول لك حركات الكفاح المسلح، الكفاح لاحظ حركات كفاح بتاع شنو؟ وكافحت عشان شنو؟ وقضيتها كانت شنو؟ كويس؟ أخيرا الربط بين العلمانية والحضارة، شان يغشوك بيقول لك يا أخي شان البلد دي تتطور نحن لابد نبقى علمانيين شان نتفتح على العالم، وعشان العالم يقبلنا، وعشان يعني نحقق العلاقات الدولية. شوف أنا أكلمك ما تتغشى بكلام زي ده. أول حاجة، وأنا ما ذو السياسة لكن أديك معلومة سياسية برضو أفهمها مني كويس، المجتمع الدولي ما يهمه إنه أنت علماني ولا غير علماني، يهمه إنه أنت دولة عندك قروش ولا ما عندك. العلاقات الدولية تبنى بتأسيس البلد، لما تكون أنت بلد عندك إنتاج أي ذول بيحترمك. أسس السعودية دي علمانية؟ لكن بترجف لك الجماعة كلهم بيرجفوا. ما سمعت فيديو أنا بتكلم فيه ترامب بتاع أمريكا ده، بتكلم في فيديو قال في ناس قالوا له أنت عندك مصالح مع السعودية، قال لهم أنا ما عندي مصالح مع السعودية شخصية وأنا لا أتعاطى شيء من السعودية، لكن قال لهم أنا لو ما تعاملت مع السعودية السعودية حتمشي تشتري من روسيا ومن الصين وأنا حافقد الكثير. تفقد قروش. السعودية بتقول لهم نحن لا نضع الثوابت الإسلامية تحت المساومة أصلا، ما في مساومة في الثوابت الإسلامية إطلاقا. قروش، في قروش، عندك ريال ولا ما عندك؟ ما تقول لي لا لا ونحن سنطبق العلمانية، والله أن طبقتها وخطيتها جوا جضمك ده، عندك قروش ولا ما عندك؟ ما عندك قروش، المجتمع الدولي ما بيحترمك، ما تسوي استهبال ساي. ولا بد، سمعت فيديو وجلس غيروني كان عنده نظيرات قال طبعا نحن كشعب سوداني لا بد نرضى بكل الاتفاقيات الدولية ونوقع عليها عشان بلدنا تمشي لقدام، نوقع على سيداء وعلى اتفاقية الولد الجاي من برا ده وكلهم، قال نوقع على والله توقع. يا أخي ترامب سمعته بقد داني دي بيتكلم، قالوا له القضية بتاعت خاشوقي بتاعت السعودية دي، قالوا يا أخي هل تصدق أن السعودية قتلت خاشوقي؟ قال لا أحب أن أصدق ذلك. ما بتحب؟ ده الناس لهم ريال، فهمت؟ نحن عشان أنت تخلق علاقات نمي بلدك، يومك تكون عندك منتجات. أنت عارف السودان الآن محظور من كل ما يصدر برا السودان إلا الصمغ العربي، أمريكا من الصمغ العربي ما حظرنا بالمناسبة، رأيكم شنو؟
مش قالوا احنا دولة راعية للإرهاب وممنوع السودان تتعامل إلا الصمغ العربي، لأنه عندنا احنا هنا بس ما في تاني، ما في الصمغ العربي ده اللي عندنا احنا. يا أخي أنجضوا، سوي لكم إنتاج في البلد، شنو ماشيين منبطحين؟ بعدين أنت قالوا الإنبطاحة بتحلك؟ أكان الإنبطاحة بتحلك؟ الكيزان خلوا لك حاجة في الإنبطاحة؟ أنت موهوم ولا شو؟ أنت قالوا بتحلك؟ ما القرروا الآن كويس، وادعوا له ناس تجمع المهنيين وغيرهم، ادعوا له من العلمانية، وقعوا عليه الكيزان سنة 2005. المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وقعوا عليه 2005، وكونوا يجيبوا نائب رئيس غير مسلم عينوه 2005. جونقرن ولا جونقرن ده كان من التابعين 2005، ده عملوا زمان. حلت المشكلة ما حلتها، لأنه ده دارين قروش، دارين قروش. فيبقى يا أخواننا الحضارة ما عندها ارتباط بين إنك تتبنى العلمانية. يا أخي نموذج بسيط في امتحاناتنا بتاعت الأساس اللسي دي، أول الامتحانات كلها بتاع ولاية الخرطوم حافظ القرآن، من ولاداتنا حافظ القرآن. المدارس الأولى كلها أظن لو ما خانتني الذاكرة 75 مدرسة من المدارس الأولى كلها قرآنية. القراي دساها، القراي أبا يجيبها دساها كلها، وأبا يزيعها. زمان المدارس بتزاع، أبا يزيعها. ليه؟ لأنه كلها القرآنية القرآنية القرآنية. يا أخي القرآن ما بيمنعك، ما بيمنعك من التطور، ما بيمنعك تمشي قدام، عشان ما تقول لي لا أبقى علماني عشان تبقى متطور. اتجنبنا جيراننا البجاي ديل، الدولة البهينة دي، خلوا في العلمانية حاجة، التطور وينه بتاعهم؟ بيشربوا المريسة بالجوع ساي، هذا اللي مش شوفهم. ونفتفت سهل المريسة ما في. العلمانية عملت لهم شنو؟ شنو اللي عملته لهم؟ دي اخوانا تكالة ما بتمش، وإلا في ذول ما بيفهم. البلد لا تبنى إلا بأبنائها، وتبنى بالعمل، العمل والاجتهاد. الدنيا دي ربنا جعل قانون، قانون الاجتهاد. الله بدي الدنيا دي من يجتهد فيها، ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. اشتغل، انت داير ترقد في البيت وعطالة وكسل. والله نحن اقول لكم حاجة اخوان، انا ما ادري اطول الموضوع ده، لكن نحن لو جيت ده تحلل تحليل صحيح لمشاكلنا، نحن عندنا نسبة بتاعة كسل عالية جدا. أكلمك النصيحة، وأنا كلامي بقوله ده ماني خايف منه، نحن كشعب سوداني عندنا نسبة كسل عالية عالية جدا. أمشي محل الشغل بيجوا الساعة 9، وأول ما دخلوا يقول لك طالعين القهوة بعد نص ساعة، تجي راجع يقول لك مرق الفطور، بعد شوية يقول لك مشوا الصلاة، ويجيب موظفة دي أظن بلدن في السنة مرتين، قدر ما تسأل منه يقول لك ولدت. يا ناس أنا شغال في الشغل ده سنين طويلة، ما بخدمه ما بخدمه. ما تيجي تقول لي يا أخي لا لا نحن لابد نتبنى العلمانية، والله إني تبنيت العلمانية ولبست 30 جلابة علمانية كده، أنت ما بتصلح. نحن دارين ننشط ونشتغل ونبني بلدنا ونخدمها، ونلغي الأحزاب دي، نلغي الأحزاب دي كلها لأنها هي سبب أخرتنا، والطرق والجماعات نلغيها، ونبقى نحن نتعامل مع الشخص السوداني باعتبار المؤهل فقط. مؤهلك وين؟ شهادتك بتشغلك كده، نحن بنمشي لقدام. لكن نقعد احنا قدر ما ننفك من حزب، يجينا حزب تاني ويشيل البلد يحولها عبارة عن مملكة حقته، أولاد عمي وأولاد خيلاني كلهم يجي يمسكوها وما عندهم أي مؤهل. تبقى البلد قائمة على المؤهلات والنشاط في العمل، إذا أخرت يفصلوك. ده الشغل بودينا لقدام. علمانية ما بتطورنا، الكلام يطول.